يعني هنقدر نقول نسخة محمود عبد العزيز الله يرحمه. فيعني كلمنا عن كل واحد تجربتك معاه، قال لك ايه نصحه تجربتك والله بص مش هقدر عشان بس برضه مبقاش بقول كلام لقاءات وتليفونات والجو دوت، عشان ما اعرفش اقول حاجات غير لما اكون شبهي على الاقل. كانت كلها نصايح انسانيه وليها علاقه بالفن، خلي بالك من كذا، اعمل كذا. ده من الاساتذه كلهم يعني، كان دكتور يحيى ثم استاذ عادل ثم استاذ محمود رحمه الله عليه يعني. ولكن في ناس بتفرح لما تلاقي مثلا عادل امام بيشيد بيك، لما تلاقي يعني استاذ عادل امام في مره ممكن برضه حكيناها في مره، كان في حلقة السبعة كنا بالمسلسل بتعرض واحنا رايح اصور، فاستاذ عادل امام اول ما رحت التصوير نادالي وقعد خدني بالحضن وقعد قال لي كلام كله لطيف جدا، قال لي انت عيطتني النهارده وانت الملا، وقعد يقول لي كلام. فتخيل عادل امام بيمدح فيك. استاذ محمود عبد العزيز اول لقاء بيني وبينه احنا بنعمل راس الغول، حتى كان من ضمن الاسباب ان انا مجال راس الغول شويه متخوف مش عارف اعمله، كان عندي اختيارات ثانيه بس انا بحب الشك وحبيت الدور. محمود عبد العزيز ما اشتغلتش معايا، فكان لطيف بالنسبه لي اشتغل معايا. بنصور وهو كان تعبان شويه، واحنا بنصور ما قابلتوش خالص، وانا ما اعرفش يعني مع سنه كسوف على سنه حدود انسانيه مش عارف اسميها ايه يعني. ففي يوم كنا بنصور لوكيشن بيتي، فكان في استاذ محمود، فما هو جه سال عليا استاذ محمود عايزك فجه قعد على الكنبه جنبي، انت تعالى سلام عليك. ده ما بتجيش غير فعلا عشان كده الكبير كبير كبير بقى زي ما بيقولوا. مسكني لسه اول مره يشوفني انا من زمان وحتى اتعين، قعد قال لي كميه كلام ايجابي بشكل ما فيش بعد كده. انا شفتك في كذا وفي كذا وانت كذا، انت كويس جدا، خلي بالك بقى من كذا عشان انت بعد شويه يبقى ليك شأن كويس جدا، ما تخليش السوق يقصبك على كذا. تخيل واحد اول مره بيقول لك كل الكلام ده، وده مين؟ يعني مش حد محمود عبد العزيز تمام؟ وفي الاخر خالص بقى بخف الدم قال لي خدك انا ممكن تمين في الزباله مالكش دعوه، بيعمل اللي انت عايزه يا عم. فاللي هو يعني خدك جوه قلبه.